لا تغيير في خطاب رئيس حزب طلائع الحريات، ففي لقاء بوسائل الإعلام الوطنية والدولية رسم علي بنفليس صورة سوداوية عن الوضع في البلاد، إذ ألح في تعقيبه على الحركات الاحتجاجية التي مست قطاعي التربية والصحة على فتح باب الحوار بين السلطة والمعارضة وجمع كل الفاعلين على طاولة واحدة. لما نجمع الجميع حول طاولة واحدة، حول مائدة واحدة يكون فيها الجزائر أولاً والجزائر قبل كل شيء، ونطرق الخلافات، نجد المخرج للجزائر للأزمة السياسية، نجد المخرج للجزائر للأزمة الاقتصادية، نجد المخرج للجزائر للأزمة الاجتماعية. وفي رده على أسئلة الصحفيين بشأن فحوى مبادرة حزب العمال للإصلاح السياسي والاقتصادي، أوضح بنفليس بأن حزبه يرحب بكل مقترح من شأنه إخراج البلاد من الأزمة على حد وصفه. شوف، اللي ما يبنيش المجتمع الجزائري وما يبني حتى مجتمع بشري هو التشاتم، هو التساب، هو أذاء الآخرين. إذن اللي يقترح من حقه، وهذه هي صلاحية الأحزاب الأولى، أتي بالبدائل، أتي بالمقترحات، وبالتالي نحترم هذه المبادرة ونقدرها. وجاءت هذه الندوة الصحفية لرئيس حزب طلائع الحريات تجديدا لموقف حزبه بشأن المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.